احمد ياسر. هل هيفكر فيه حسام حسن؟ مره تانيه الوان تو. حلوه 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 حلوه. احمد رؤوف يجيب جول في الدقيقه 58. احمد رؤوف يتعادل في الدقيقه 5. في الدقيقه كام ده؟ في الدقيقه 58 هدف التعادل. بقول لكم المباراه لسه فيها جوال، المباراه لسه فيها جوال. احمد رؤوف خدها على الطاير من لمسه واحده، اتعملت حلوه حلوه حلوه. مباراه حلوه، مباراه ممتعه، مباراه جميله جدا جدا من لمسه واحده. يا سلام يا سلام يا سلام يا رؤوف، هداف كبير يا ابني، هداف كبير كبير مفيش كلام. من لمسه واحده شفنا هدف صلاح امين في مباراه الانتاج الحربي وطلاع الجيش، والهدف العالمي اللي احرزه، وشايفين جوال حلوه حلوه في الدوري السنه دي. يا سلام يا احمد يا رؤوف، من حقك تفرح، ومن حق بعض الجماهير اللي موجوده في استاد اسماعيليه سامعين صوتها هنا كمان معانا.